الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين تضمن الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم فرحة من عشاء ما سج منها فرحة من عشاء ما سج منها والتهاري قدموها والغنايم راح بالخنجر ابن عمي ابن عمي حيو متعب حيو حيو متعب حيو حيو متعب حيو بن زيتون قادم روح حرك الحديدة روح الى الخنجر الى الخنجر الخنجر مع فليح بن سوالم العنزي 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 بشعار فليح بن سوالم العنزي نهني ابناء المملكة على هذا الفوز والانتصار. عبد الهادي بن صالح بن قبعان المري يرفع الخنجر والمملكة العربية السعودية مع ثبين وشعار علي بن سالم بن صبيح آل بريسة وحمد بن علي بن حلفان وعبد الهادي بن صالح بن قبعان المري وسالم بن سعيد العويسي يتوج حمد بن علي بن حلفان تستاهل فوز متعب بالشوط المفتوح وثمين بشوط العمانيات وجعل الناموس دائما انتزاعكم يا رمزين الليل. يا مرحبا بريك تستاهل خير والحمد لله على التوفيق. نعم وش سلالة متعب؟ متعب لب متعب بن سبعان وثمين لب هملول ومن ضبيان وثمين بيه هملول بيه هملول والله ما تحضرني من هذه سلالة هملولية. نعم سلالة هملولية. مشاركاتك قاعدان قبل الليلة متعب في رصيده له ثالث رمز وثمين مناس على الرموز وعنده سبقات محلية. كنت قريب من الرمز الثالث لكن جيتوا ثاني وثالث عليه الحمد لله رب العالمين. احتكار الليلة تقريبا للرموز ما قصر حلال وناموس بالنجم ناموسنا واهم شيء الناموس يروح للمملكه العربيه السعوديه. لكن حتى في البكار شاركتوا في جميع اشواط البكار في الرموز؟ شاركنا في الشوط المفتوح البكار وجينا رابع على الرمز منافسات على الرموز اخذنا رمزين وثاني ثالث في الانتاج. استعدادكم لبقيه عمل المهرجان؟ والله مستعدين وتوفيق عند رب العالمين يوفقك. الله يوفقكم الفوز الناموس المنتج. اهديه لمحبي الشعار والى فليح بن سويلم السدري وعلي بن سالم بن صبيح ولا محبين الشعار الى المملكه العربيه السعوديه. يضل الله وجهك ابو علي وجعلنا الموسم دائم وشكرا جزيلا لك. وجهك ابيض ابو ريك مرحبا بك. الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين تضمن ان الله ضمنها سجلوها.